من جديد مرحبا فيكم مشاهدينا. وفي ظل الاهتمام المتزايد بدمج أصحاب الهمم في المجتمع وتعزيز دورهم كأفراد منتجين ومؤثرين، تشهد تقنيات التنقل لأصحاب الهمم تطورات مذهلة، من الكراسي الذكية إلى حلول مبتكرة تساعد في تعزيز استقلالية هؤلاء الأفراد في التنقل وحتى قيادة المركبات. طبعا دبي كانت ولا تزال في طليعة منقاد الريادة بهالمجال، فوفرت المرافق والتشريعات الأساسية بالإضافة إلى الدعم المعنوي والتمكين المجتمعي لأصحاب الهمم. طبعا الحديث عن أهم الأدوات والمرافق صباح النور. شكرا 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 كلك ذوق. شكرا طبعا ضيفنا لفتة جميلة جدا. شكرا المرافق، فأذن بالحديث عن المرافق والمهارات الأساسية لضمان تنقل آمن وميسر لأصحاب الهمم، بالإضافة طبعا إلى أبرز التوجهات والتحديات يلي بتواجههم وكيفية تحسين جودة حياة الأفراد من أصحاب الهمم من خلال التكنولوجيا الحديثة. بيسعدنا أن نستضيف المهندس نوح أقرع، أخصائي تمكين ووصول بجيلاني موبيليتي. صباح الخير مرة تانية، شكرا جزيلا على اللفتة الجميلة. شكرا لاستضافتكم لنا معكم هنا الصبح. طبعا بالنسبة لأصحاب الهمم، بالنسبة تمكينهم بالمجتمع، في بواجهوا عدة تحديات. وطبعا احنا ما بنقدر نحكي نجزم انه في سقف اعلى او اقل بالنسبة له للامكانيات، لانه كل شخص عنده تحدي معين. صحيح. طبعا احنا بنحاول كأخصائيين بخصوص بهذا المجال حتى نوافرهم الحل المناسب لإلهم. هلا نعتمد مثلا شخص عنده مثلا نحكي تحدي بيد اليمنى او برجله اليسرى، فكل تحدي هو عبارة لانه كمان تحدي حتى نوفر له الحل المناسب لإله وحتى نعطيه اكثر استقلالية كاملة بخصوص هذا المجال. نعم. حلو كتير ومهمة رقية جدا، ولكن صعبة مثل ما حكيت، فيها تحديات كثيرة. نعم. خاصة أنه كل حالة تختلف عن نعم. حالة معينة أخرى. كيف تدرس الحالات نوح؟ إحنا بندرس الحالات بالعادة، بيجينا مثلا شخص عنده تحدي معين، فإحنا كمهندسين بناخذ من عنده كامل المعلومات، شو المشاكل اللي بواجهها. هلأ بالنسبة لمثلا نحكي لدخول السيارات مثلا أو قيادة السيارات، هلأ بيجينا الشخص مثلا بنسأله بنقول له شو التحدي عندك بدخول السيارة. هلأ دخول السيارة في عدة حلول لإله حتى دخول السيارة. حاليا في أوريدي إحنا بنوفر حلول، اللي هو نزلنا ديزاين جديد اسمه G24، اللي هو بيساعد الشخص يدخل بالسيارة من الخلف بالويلتشير داخل السيارة. جميل. أو ممكن شخص يحتاج بس كسيت يطلع برا السيارة وهو ينتقل من الويلتشير للسيت ويدخله داخل السيارة، فهاي نعم. الحلول ممكن تكون متوفرة. ممكن يكون كسايد بورد أو كبورد عادي، لوح جانبي. نعم لوح جانبي اللي هو ممكن يساعد دخول السيارة. فبتعتمد هي التحديات، هي تختلف في الحلول لإلها. طبعا نحن عم نخص بالذكر أصحاب الهمم يلي مشاكلهم جسدية. نعم. وعندهم كامل القدرة الذهنية على قيادة السيارات، صح؟ نعم. طيب المعايير يلي لازم تتوافر بالسيارة أو بالتقنية المساعدة اللي حضرتكم بتقدموها بجيلاني موبيليتي حتى تساعد الشخص من ذوي الهمم، من أصحاب الهمم، أنه يقود السيارة براحة تامة. نعم. هلأ بالنسبة للمعايير زي ما حكينا، المعايير تختلف باختلاف الأشخاص. فالمهم هلأ خلينا ناخد الإكزامبل عندنا اللي موجود عندنا هنا، ممكن ناخد يلا تفضل خلينا نروح نشوف السيارة. هذه كلها سيارة واحدة ولا أجزاء؟ هاي عبارة عن حلول للسياق للأشخاص. أيه. مثلا عندنا في شخص يعاني من تحدي مثلا بيد اليمنى، عنده في ضعف مثلا عنده باليد اليمنى. نعم. عنده عدم القابلية للسياقة بالرجلين كشخص عادي. أوكي. فبيستخدم اليد اليمنى، فإحنا بنتأكد أنه مثلا بحالة اليد اليمنى بده يكون عنده القابلية أنه يكون عنده عضلاته تعطي باور للأمام للأكسلريتر والبريك، فهي بنشبكها بالعادة مع اللي هي البريك لمزود السرعة والفرامل. نعم نعم. فبيكون عندنا التسارع والبريك، بس بنفس الوقت بدنا نتأكد إنه الشخص يكون عنده عضلته قوية باليد اليمنى بما فيه الكفاية لتحريك ال نعم. ما بتعطوها لأي حدا قبل ما تكون عاملين دراسة من الشخص. نعم نعم. فمثلا هذا الحل
حل لشخص ثاني مثلا عنده القابلية انه يدفع بس ما عنده القابلية انه يسحب، في بيكون ضعف بالعضلات، فبنركب له اللي هو الحل الثاني، بيكون عندنا الاكسلريتر بهاي الضغط على اليمين. اوكي، بيكون يستخدم الرسغ بدل اليد بكامل قوته. نعم، فالدفع بيكون برضو عندنا في سحب قريبة على التابترونيك اللي بتكون بالسيارات. نعم، العادية. نعم، إلى حد. نعم، ما. نعم، نعم، بالضبط. برضو بالإضافة عندنا اللي هي الحلول اللي هي في حالة إنه بده يستخدم الستيرينج. في عندنا بعض الأشخاص عندنا بيكون عنده في ضعف بحالة اللي هو أول شيء مثلا إذا بده يستخدم اليد اليمنى تكون على الجهاز، بده يستخدم اليد اليسرى على الستيرينج، فبتكون في يد على القيادة ويد تحكم بالستيرينج على المكود. نعم، نعم. هلا اذا في عنده حاله ضعف بالاصابع، اطراف الاصابع، فبنحط له ديفايس ثاني ممكن يستخدمه لقياده، بيستخدم الرسغ كامل لقياده الستيرنج. كانه عم بدور بالمقود يعني نفسه. نعم، نعم. هذه المعايير بتم دراستها مع مثلا المرور او بشكل عام هي معتمده يعني؟ خلينا نقول هلا حاليا هو توجه الشركات انه يكون موجود تعاوننا لانه مع الدكاتره كشيء اساسي. هلا الدكاتره هم اللي بحللوا الشخص او اللي تبعون التاهيل الوظيفي، هم اللي بتحكموا بخصوص انه الشخص انه يكون عندهم الدراسه الكامله عن تحليل الشخص، فاحنا بنساعدهم بخصوص هذا المجال. حلو. طيب معلش نجرب هذا الكرسي. تفضل. لانه خلينا نجرب. نعم، قيادته إذا كانت سهلة ولا. بس الأمر نفسه بيطبق على الأشخاص يلي بيعانوا من عدم قابلية على تحريك الأطراف السفلية بالكامل. نعم، صح؟ نعم، نعم، نعم. هلأ هاي لوحة التحكم؟ نعم، هاي لوحة. هذا اللوك؟ نعم، لوك. وهاي لورا؟ وهاي السرعة صحيح؟ نعم، السرعة للخلف والسرعة للأمام. هلا هاي بحالة إنه في عنا البريك توقف لحاله. نعم، توقف لحاله. نعم. وطبعا سمعنا كأنه مساعدة صوتية. نعم، مساعدة صوتية بحالة الأشخاص إذا ما عندهم إدراك كامل. نعم، أو. نعم، قدرة. نعم، على. تمام. طيب. أوكي. وهاي الـ SOS هاي بنعاد بنحط سيم كارد في حالة إنه الشخص طلب المساعدة، بطلب مساعدة للحالات الطارئة. نعم. تمام. طيب. جميل. بالنسبة لهيئة الطرق والمواصلات بدبي، لأنه بالنهاية هالمركبة يلي تعتبر لا تمثل غير من المركبات، هل هي بحاجة لرخصة معينة؟ هل هي بحاجة لقوانين سير معينة؟ هل الشخص يلي رح يكون عم بيقودها بحاجة لمرافق معه؟ هل في أسس أو شروط معينة من هيئة الطرق والمواصلات؟ حاليا احنا عم نتعاون مع شركات اللي هي معاهد تعليم السياقة. نعم. حتى نوفر للأشخاص كامل الحلول. هلا حاليا بدراسه مع سيت اب نعمله كامل داخل سياره لاصحاب الهمم، حتى تكون كامل المعدات متوفره لكل تحدي موجود عند الشخص. اذا عند الشخص مثلا تحدي باليد اليمنى يقدر يستخدم اليسرى، اذا كان اليسرى اليمين، اذا كانت برجله اليمين عنده مشكله يتحكم برجله اليسار، فبكون كامل الكونفيجريشن موجود بالسياره. نعم، كامل التجهيزات. نعم. شاركتوا بجايتكس؟ نعم، شاركنا بجايتكس، شاركنا بمعرض اصحاب الهمم الدولي اللي كان من 7-9 من اكتوبر. اكسبو. نعم، نعم. نعم. اصحاب الهمم كان في العديد من الشركات الصراحة، وكان تطلع الشركات إنه يوفروا أكثر الحلول الموجودة حتى يساعدوا أصحاب الهمم. في كان مثلاً شركات عارضة سيارات اللي هي بالنسبة تعديل دخول للويلتشير داخل السيارة. في عنا بعض الشركات كانت عارضة مطابخ مجهزة لأصحاب الهمم. فحتى كمان للأماكن اللي هي الترفيهية، حتى البحر يدخل على البحر، البرك يستخدموها، فكامل كل الشركات عم تحاول توفر هاي. طبعا هيدا ضمن استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم، لتمكين. نعم، نعم. أصحاب الهمم ودمجهم بالمجتمع، وأيضا تشكر جهودكم. نعم. وترفع لكم القبعة، لأنه بالفعل كمية التفاصيل يلي أخذتوها. صحيح. بعين الاعتبار لتساعدوا كافة الأشخاص مهما كانت حالاتهم، شرط طبعا أنه تسمح لهم بالقيادة على الطرقات. نحن بدنا نشكركم جزيل الشكر. المهندس نوح أقرع، أخصائي تمكين ووصول، وطبعا شكر مرة جديدة للورود وعلى البيدرة. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا. يعطيكم الصحة.